بتاريخ دوري ابطال اوروبا ريال مدريد وباريس سان جيرمان انتقوا 3 مرات فقط. ب 2018 بوجود رونالدو مع ريال مدريد قدر الميرينجي يربح بنتيجه 5-2 ذهابا ايابا ويطلع باريس سان جيرمان من دور الثاني. اما ب 2019 باريس سان جيرمان عم يربح 3-0 على ريال مدريد لحتى ياخذ 3 نقاط كامله بدور المجموعات. واليوم الفريقان عم يوقعوا بالفخ لحتى يتلاقوا مع بعض بالدور الثاني ونشاهد خروج واحد من هالفريقين الكبار يلي قدامكم. بس هالمرة يا مدريدي حتكون مواجهة إلى طعم غير، لأنك هالمرة حترجع تواجه الشبح، حتواجه الكابوس يلي واجهته سنين طويلة بالدوري الإسباني. ليو ميسي 45 مباراة قدام ريال مدريد ساهم ب 40 هدف، 26 هدف و 14 أسيست، أرقام خرافية. هترجع تواجه ميسي من اول وجديد يا مدريدي، ويا خوفك يا مدريد تطلع هالمره من مين؟ من ليو لتغيد دوري ابطال. وما تنسى ايضا يا مدريدي بانك حتواجه اسطورتك، الاسطوره اللي ربيتها لسنين طويله وفلتها لتروح على باريس سان جيرمان. سيرجيو راموس قال لك كلمتين من بعد القرعه، انا حالعب للموت قدام ريال مدريد لحتى اربح هذه المباراه. ما تنسى ايضا مواجهتك مع كيليان مبابي يلي كل موسم بتقول عنه ولدنا حبيبنا وعمرنا، وهيدا اللاعب يلي ممكن كتير يطلعك من دور ابطال اوروبا من دور الثاني. ويا مدريد اوعك تستهزئ بباريس سان جيرمان لانه الخليفه مش ناوي لك على خير بالمره هالمره.